حقيقة أنه فوز مهم، لأنها هذه خلق واحد الجو ديال العمل اللي كنا سننتظره من هذه مدة طويلة. حقيقة هذا الفوز المستحق، لأن اللاعبين ديالنا نشكرهم بزاف وتنوه بالعمل اللي قاموا به، وما طيحوش يديهم رغم أنهم تلقوا هدف في ربع ساعة الأخير، ولكن قاوموا حتى وصلوا للمبتغى ديالهم. أنت نهنيهم بزاف على الروح، هذه الروح ديال المغرب الفاسي اللي تنعرف أنا، وهذا هو الحماس ديال المغرب الفاسي اللي تنعرف. إذا هذا فوز تنهديه للجماهير ديال فاس، لأن كانت يعني شي شوية مقلقة على الفريق ديالها، ويمكن مشغولة وما كاينش الجمهور اللي توصل للملعب. الان وصلنا للديور ديالهم، وصلنا لهم شويه ديال البهجه في انتظار ما نحقق لهم المزيد من النتائج طيبه ان شاء الله.